أهلا بكم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون. وضح ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، فالعين حق يا أخي الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، ولو كان القدر سابقه شيء لسبقته العين، وأكثر أمتي موتا بعد قضاء الله وقدره من العين. فإياك أن تستعين بالعين. كم الرجل كنت أنت بتشوفه صحيح البنية قدامك وفجأة تبص تلاقيه مرض وانتكس، ربما يكون اللي أصابه ده العين، ربما انك انت يكون شعرك كان جميل ووجهك كان جميل، وفجاه واحده نظرت ليكي نظره بخبث، فجاه تبص تلاقي شعرك بيتساقط بينزل خصل، تبص تلاقي وجهك اتشوه. ربما انك انت تكون انسان موفق في تجارتك وموفق في صناعتك، وتبص تلاقي نفسك مره واحده خسرت كل شيء. انت ما كانش شعرك جميل مثلا وناعم، وقعدت مع واحده قالت لك ده انت شعرك ناعم زي الحرير، فجاه تساقط شعرك او تحول لشعر زي الاسلاك. ما حسيتيش ان شعرك اصبح فيه عقد مع بعضها البعض لما واحدة شافته؟ ما دخلتش مثلا لأي مكان وفي المكان ده حسيت ان فيه صهد جاي على جسمك، وان جسمك حصل فيه تنميل شديد جدا؟ انت ذات نفسك ما كنتش موفق في الدراسة بتاعتك وبتطلع من الاوائل، فجأة تبص تلاقي الامور انتقصت عندك رأسا على عقب. ده يا جماعة شيء بيسمى بالعين. فانا هعرفك ازاي ان انت تعرف الشخص اللي اصابك بالعين مين هو وتحدده، وازاي انك انت تتخلص من العين في دقائق معدودة بإذن الله. لكن قبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس. ازاي تعرف الشخص اللي حسدك يا اخي الكريم؟ بطريقه معينه. دايما تبص تلاقي الانسان الحاسد ده ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك يركب عندك مثلا العربيه ما يقولش بسم الله ما شاء الله، ما يقولش مثلا تبارك الله. يدخل عندك البيت ما يقولش ربنا يبارك لك. يشوف اولادك ما يقولش ربنا يبارك في اولادك. دايما الانسان اللي زي ده تعرف ان هو انسان، يعني سبحان الله، مش الغالب، في ناس بتكون على الفطره، بس من نظرات عينيه بتبص تلاقي في عينه كده الغل والحسد. تبص له فجاه تبص تلاقيه بينظر لك بنظره حقد، يتمنى ان هو يقضي عليك بعينه. ودي اشياء بتشوفها في اشخاص كتير قوي، لكن سبحان الله ما بتقدرش انك انت تصرح ليهم بكده. فحاول انك انت بتعاملك مع الاشخاص دولت تكون حويط جدا وحذر، واي شيء يكون خاص بحياتك ما تحكوش ليهم نهائيا. لربما يا اخي الكريم ان تيجي لك عين حره منهم فتصيبك مثلا بضياع ابنائك، تصيبك مثلا بدمار اولادك في الدراسه، تصيبك بخساره تجارتك. في اشخاص كتير جدا كانوا موفقين في التجاره بتاعتهم، فيجي يقول انا كسبت النهارده مبلغ مالي قدره كذا وكسبت اموال كتيره قوي، ويبقى فرحان ويتباهى. يجي بعد كده يشتكي يقول لك انا الشغل بتاعي موقف، ما فيش اي شغل عندي، ما فيش اي نتائج. ده ايضا بسبب العين. عايزك تعرف يا اخي الكريم ايضا ان الانسان الحاسد مجرد ما بتشوفه، او الانسان اللي بيتمنى زوال نعمتك، مجرد ما بتشوفه بتحس ان في ضيق شديد جدا في صدرك، مش قادر انك انت تاخد نفسك، وفجاه تحس تلاقي نفسك كده وانت بتقوم من المجلس انك انت هتقعد تطيح. شفت كده لما الانسان يكون عنده انيميا، او ما كانش بقاله يومين، او ضعيف في الاكل، فيقول لك انا كل ما اقوم اقف كده بحس بلحظه دوخه بتيجي لثواني. نفس الشيء في المكان اللي انت اتحسدت فيه او اصبت بالعين فيه مع مجموعه من الاشخاص، لو انت جيت تقوم وحسيت بدوار كده ولقيت حياتك بعد الموقف او الدوار ده انقلبت راسا على عقب، الاشخاص دول لازم تاخد من اثرهم. تمام. ودايما علامه بتظهر مع الشخص اللي بيحسدك، بتبص تلاقي وانت جالس معاه في ضيق في صدرك وخنقه شديده جدا وتنميل حصل في اي عضو من اعضاء جسمك، فلازم تنتبه من الشخص ده ولازم تاخد من اثره. واعرف يا اخي الكريم ان العين حق. ربما انك انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعم كتيره جدا، فلازم انك انت تسكت عن النعم ديت، ما تحاولش انك انت تحكيها لحد. لكن من انسان مثلا بينطق كلمه من غير ما يقصد ليها قصد، يعني مثلا يقول لك ايه ده ماشيه معاك حلاوه، تبص تلاقي الحلاوه ديت اصبحت يعني حجر، ده انت شغال شغل الله ينور يا عم. طب ايه ليه تقول كده؟ ليه ما تقولش ربنا يبارك لك مثلا؟ ليه ما تقولش ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ربنا فتح عليك، ربنا يزيدك من نعيمه ويبارك لك فيما رزقك. انت هتخسر حاجه لو انت قلت الله يبارك لك يا اخي. لو انت دخلت اي مكان هتخسر شيء لو قلت بسم الله ما شاء الله؟ لسانك هتقطع، هتموت. عود نفسك دايما لما تدخل اي مكان قول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يبارك. تمام. المباركه ديت بتقضي على العين نهائيا، بتقضي على الانفس الخبيثه. ابن القيم عليه رحمه الله بيقول لك ان العين سهم من سهام ابليس، طاره تصيب الانسان وطاره تخطو وطاره ترد على صاحبها. ودايما شيطان العين بيبقى نوع من انواع الشياطين الطوافه، فيجي يشوفك كده انك انت حاقد على انسان وبتتمنى زوال نعمته، فيقف جنبك ويحاول ان هو يوسوس لك عشان تبص له بصه حقد، فينطلق مع نفسك الخبيثه اللي صدرت منك ديت، فيصيب الشخص اللي قدامك ده فيضيع رزقه.
تتدمر حياته، يخسر شغله، يخسر تجارته، يخسر زوجته، جماله مثلا يتشوه، جمالها يتشوه، كل ده بيحصل. يا جماعة حاول انك انت لما تشوف شيء تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب اتصرف ازاي بقى مع الانسان الحاسد؟ وانا عارف ان في شخص عينه حارة، احد الاصدقاء بيقول لي انا جالس في مجلس مع مجموعة من الشباب بسمع ماتش كورة، فبيقولوا الوقت وصل كام وكام كام يا شباب الاهداف، فبيقول احنا في الدقيقة كذا، بيقول قمت من المجلس عاد وروحت البيت، جيت اصحى من النوم ببص الاقي ازدواجية في الرؤية، كل حاجة شايفه اتنين، وهو راجل عشان بس شاف الوقت كام، قال له انت شايفها؟ معقول انت شايف الوقت؟ فدايما ما تحاولش تظهر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بيها قدام حد خالص، واسكت دايما نهائيا، استعين على قضاء حوائجك بالكتمان، دار على شمعتك تقيد، ما تظهرش شمعتك للجميع فتطفى، وحاول دايما انك انت تقرا اذكار الصباح والمساء. ازاي بقى ان انا اتلاشى او اتفادى اذى الحاسد او اذى الشخص اللي بيحسدني قدامي ده؟ بنقطه واحده، حاول انك انت لو هتقابل شخص عينه حرة تذكر دايما ربنا سبحانه وتعالى، هتخش معاه في مكان بيت تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله على نفسي 3 مرات. تحاول انك انت في اليوم اللي هتجتمع فيه مع ناس تقرا آية الكرسي، وانت مثلا هتمسي مثلا تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسميع عليم، اذكار الصباح والمساء عموما. لكن وانت مجتمع مع الشخص ده وهتجتمع مع شخص وعارف ان عينه حرة، لازم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، تمام؟ عشان لو الشخص ده عينه حرة ورصدك دايما بحسد، كأنك قاعد في حصن حصين من حصن ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش يصيبك، لأنك انت قاري أذكارك. دايما الأشخاص اللي بتتحول النعم عندهم هم اللي بيكونوا مقصرين في الأذكار، فعشان كده تبص تلاقي الإنسان ده كل حاجة بيخسرها، كل شيء بيضيع منه. ليه؟ لأنك انت ما سترتش نفسك وما كتمتش على الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيه، وكذلك أيضا تمام ما بتقراش الأذكار. فلازم تقرأ الأذكار في الصباح والمساء. وتعمل إيه تاني؟ قعدتوا مع بعض، شرب من أزازة مية أو شرب من كوبات مية، تبقى فيها شوية مية، تاخد المية دي تشربها وراه أو تصبها على رأسك، تشرب منها وتصب على رأسك بمعنى أصح. تعزمه عندك في البيت تقول له تعالى تقهوة وتحط تمر وتخليه ياكل من التمر، وتاخد بذر التمر ده تحطه في ماء، تنقعه في أزازة مية أو رولة مية، وبعد كده تمسك المية دي تشربها وتصبها على رأسك أو تحطها في مية غسل وتغتسل بيها، بس لازم تشرب منها لأنه ما توضاش. مثلا تأكله أناناس، في قطع مثلا في الأناناس أو مثلا اللي هو كانتالوب ياكل، أو بطيخ ياكل ويسيب الأثر، تاخد الحاجات دي تحطها في حلة مية برضو، تمام؟ وبعد ذلك تاخد المية دي تشرب منها وتستحمى وتصبها على رأسك، يصرف عنك ربنا سبحانه وتعالى شر العين، تمام؟ وما تحاولش دايما انك انت تجتمع مع الحاسدين، لان الحسد بيتمنوا زوال النعم، وفي بعض الاشخاص يتمنى زوال النعمه من عندك، تمام؟ عشان تكون متساوي بيه، او ربما يتمنى زوال نعمتك وده شد خبز وترجع له النعمه مره تانية، وفي بعض الاشخاص يتمنوا زوال النعمه من عندك وتروح لهم هم، فربنا يقينا شر الحاسدين. انتبه يا اخي الكريم من الحسدة، وحاول دايما انك انت تكون على حذر. انا ذكرت ليك العلامات اللي من خلالها تعرف الانسان اللي حسدك، انك انت دايما بتلاقي ضيق في الصدر عندك، وبتلاقي جسمك مكشعر، دايما بيكلمك مثلا يقول لك ايه ده انت ماشي معاك كذا، ده انت كذا، ده انت كذا، وتبص تلاقي الامور انتكست راسا على عقب، ودايما شيطان الحسد اللي اصاب الجسم بيخاف من الشخص العائن، تمام؟ عشان يعني ممكن انك انت تعرف مين اللي اصابك بالعين فتاخد من اثره فينفك الشيطان عنك، لانه هو مربوط بيك بعين الشخص. فدايما لما انت هتمر بالشخص اللي حسدك هتعرف 3 اشياء هيحصلوا معاك، صدقني هتلاقي ضيق في الصدر، هتلاقي ان في صداع اصابك هنا مع زغلله في عينك، هتلاقي دايما غصه شديده جدا وضيق في النفس، مش قادر انك انت تاخد نفسك، وربما المتوبه بعد ايه الجلوس معاه تكون متوبه خفيفه او نص متوبه. لازم تاخد بقى من اثر الشخص ده زي ما قلت لك بالظبط وشرحت لك قبل قليل. دي العلامات اللي تعرف من خلالها مين الانسان اللي حسدك. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها. ما تنساش انك انت تشير المقطع ده للاخرين عشان يستفيدوا منه، لان في معلومات في غايه الاهميه. ولو عجبك المقطع ده دوس لايك واضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. لكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، الى ان القاكم في لقاء اخر. دمتم فود في امان الله.